أهلا ومرحبا بكم في المحاضرات التعليمية الخاصة بالـ CNC ماشين المقدمة من شركة كات كام تيتشر. نوع الماكينة المستخدمة في الشرح CNC ميلينج ماشين بكنترول سيمنز، وهنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن مود الميجر ورك بيس، ازاي اقدر اعين نقطة الزيرو للماشين او نقطة الريفرنس بوينت للورك بيس عن طريق الميجر ورك بيس باستخدام البروب. طبعا هنضغط على اولا هنقف على مود الجوج، وبعد كده نضغط على ميجر ورك بيس، وهبتدي استخدم البروب. هستدعي البروب، هركبه في السبندل، وابتدي اخلي البروب ده يلمس الورك بيس في اتجاه محور الاكس، وبعد كده اقول له سيت ورك اوف سيت، اعين النقطة التلامس دي اللي هي تبقى بزيرو، وبعد كده هكرر نفس القصة في محور اتجاه محور الواي، وبعد كده في اتجاه محور الزد، عشان نقطة الزيرو اللي انا هحددها في التلات محاور اكس واي وزد تتحفظ في الورك اوفست، وبعد كده ابتدي استدعيها في البرنامج بحاجه اسمها جي 54 لما اجي اكتب برنامج كامل، سواء انا كتبته مانيوال او استخرجته من برنامج الكام. طيب عايزين نقدر نشوف هستخدم البروب ازاي وايه فايدته لما اجي المس البروب مثلا وليكن في اتجاه الاكس، ازاي هشوف الموضوع ده بشكل عملي وازاي نجربه مع بعض. اول حاجة انا هستدعي طبعا اللي راكب على السبندل هنا تولينج اسمها فيس ميلينج، فانا هستدعي التولينج اللي هي البروب على السبندل، هنقف على وضعية الجوك، بعد كده هعمل سيليكشن للتولز، وبعد كده هدور على البروب مكانه فين على المجازين، بعد كده هعمل له ان مانوال، بعد كده هعمل سايكل ستارت. فانا استدعيت البروب من المجازين وهتركب في السبندر. طيب بعد كده هقف على اتاكد ان انا واقف على وضعية الجوب، وبعد كده هنشط الهاند ويل عشان ابتدي احرك المكنه في الثلاث محاور وابتدي المس البروب بتاعي في اتجاه محور الاكس. اول حاجه انا هحرك دلوقتي الهاند ويل بتاعتي في محور الزد، هنبتدي ناخد الفيو بتاعنا عشان اقدر احرك التول، وطبعا انا بتحرك بريت كبير لان السبندل كان في اعلى الماكينة. بعد كده هغير الفيو بتاعي وغير الحركة بتاعت المحور لمحور الواي، بعد كده هغير الفيو وهغير اتجاه الحركة بتاعت المحور في اتجاه الاكس، بعد كده اخلي الحركة تبقى في اتجاه الزد، وبعد كده هبتدي احاول اخلي البروب يلمس الورك بيس في اتجاه الزد زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا دلوقتي هنتنقل للحركة في المحور الاكس، وهنبتدي نحاول نحرك المكنة بريت عالي لحد ما نحاول نقرب البروب للورك بيس، وبعد كده نحاول نقلل الريت بتاعنا لحد ما اللمبة بتاعت البروب تنور. طبعا هي نورت بس الريت اللي انا كنت بتحرك بيه بقيمة 1/100، لا انا عايز الريت بتاعي عشان يكون بدقة عالية لما اجي اعين نقطة الريفرنس بوينت بتاعتي انا هتحرك بريت 1 مايكرون، طبعا دقة عالية جدا. أول لما البروب بتاعي ينور فبخش على ميجر ورك بيس وأخش على محور الإكس وأقول له سيت ورك أوف سيت، عين لي نقطة التلامس دي نقطة الزيرو، وبرجع أكرر نفس المحاولة في محور الواي ومحور الزد وأعين نقطة الزيرو، وبستدعي نقطة الزيرو دي من الورك أوف سيت بالجي 54 في البرنامج عشان أقدر أنفذ البرنامج بالزيرو المتعارف عليه في الماكينة.
عايزين نحاول نطبق شرح المحاضرة بشكل عملي على برنامج المحاكاة، وإن شاء الله لينا لقاء آخر في محاضرات تعليمية في مجال الـ CNC وكنترولز مختلفة. تواصل معنا لو لديك الرغبة في الحصول على برنامج سيميليشن لتطبيق محتوى المحاضرة بشكل عملي، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شركة كاتكام تيتشر هي أول شركة في الشرق الأوسط معتمدة من رين أن تكنولوجي العالمية في تدريب الكاتكام أند CNC بروجرامينج، وفريق العمل تم تدريبه بالكامل على أيدي خبراء من رين أن. لا يحصل المتدربين في الشرق الأوسط على أعلى جودة تدريبية نتميز بها في كاتكام تيتشر، ومن الممكن الحصول بعد فترة التدريب واجتياز الامتحان الحصول على شهادة معتمدة من رين أن في على موقعنا في سيستم فيريفيكيشن. بتقدر ان انت تتأكد من مصداقية الشهادة، بتدخل السيريال نمبر الخاص بالشهادة في مكان السيريال نمبر وبتعمل شيك سيرتيفيكيشن، فهتظهر لك النسخة من الشهادة بتاعتك سوفت كوبي. اتوفر لدينا ايضا اسطوانات تعليمية متخصصة في مجال ال CNC بروجرامينج على موقعنا، بتقدر تحمل الاسطوانة فور فري مجانا، داونلود فور فري للاسطوانة، فهيظهر معاك الريجستريشن. بتقدر تعمل البيانات، بتدخل بياناتك وايميلك ودولتك، كل البيانات بتاعتك، بعد كده بتفعل الحساب بتاعك عبر الايميل، ثم تقوم بتحميل الاسطوانة التعليمية، وبالتوفيق للجميع.